متشاس وين؟ دبيت. انت شلون تذبحن؟ تدري تشيل الواحد بيش؟ لا ما ادري. ما مشتغل هاي الشغله قبل. انت نسيت هسه انا طالع من السجن بسبب تشيس من هالاكياس ذبت بسيارتي. يعني شلون تريدني الاقي مخدرات ببيتي واسكت؟ المدمن هو انسان معدوم الضمير، كسول واناني، وما يفكر الا بنفسه. وكل شخص مدمن بالعراق عبارة عن عصاية في عجلة تقدم الحياة. وبالوقت اللي احنا محتاجين به الطاقات والكفاءات الشبابية. مش عجب ما فكرتش بيها؟ لو جيت قبل علي. هي هم شات وياك بالسيارة ذاك اليوم مو بس انا. ندى؟ طبعا لا. وشون هيش متأكد؟ منين جايب هاي الثقة؟ ما فكرت شلون هي وصلت للي وصلت له؟ ندى اللي كان اقصى طموحها مراسلة. هسه مقدمة برامج واعلامية مشهورة. نزلت نفسك شلون؟ لا تقول لي باجتهادها وطموحها. لا، لان ما غلطنا نفسها قبل ما تنسجن انت وما صار راسها حظ. شنو قصدك طيب؟ قصدي واضح. من تريد تشك بحد لازم تشك بالكل. وهاي ندى لازم تكون على راس القائمة، وانا بذي الحين. لان شوفت عينك. طاح حظ ورا ما دخلت انت للسجن. وهم صعدوا سابع سمع. هسه بيه من لازم تشك؟ بيه لو بيهم؟